السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ ازاي تشترك في جوجل ادسن وتحقق ارباح على القناة بتاعتك وتدخلك ربح شهري ان شاء الله. طبعا انا بفتح هنا القناة بتاعتي، بخش القناة اللي فيها الحالة، بلاقي هنا الاسم اهو اثبات ملكية. لو عايز اثبت ملكية مظبوطة بس أكد برضه، بيقول لي عبر رسالة نصية لو أنا على التليفون بحددها مثلا أهو، بيقول لي أدخل رقم الهاتف، فبدخل رقم الهاتف وبيبعت لي كده أنا بعمل إثبات ملكية للقناة بتاعتي. طيب احنا عاوزين نخش بقى إزاي الإشتراك في أدسن. هنا في منيو القناة الجديدة فمفيهاش أي مخالفات، وهنا فبنخش تمكين دي، وهنا بيقول له مؤهل، بيقول لي في حالة التحقيق، فبقول له بدء. بس لازم تكون رافع على الأقل فيديو على القناة يعني مفيش تخش تشترك في أدسن. أنا بحاول أشرح ببساطة عشان في ناس يعني نفسها تفهم يعني الحاجة دي، ومحبش أعقد الشرح يعني. انتظر بس لحد ما تحمل. دلوقتي الصفحة اتحملت اهي، نبدأ نختار لك البنود. اوافق، قد قرأتها، اوافق، اوافق، اوافق. تحمل معايا. كده تم الاشتراك في ادسن. تاني واحدة اهي، اقول له البدء. سيتم التوجيه، هيوجهني لجوجل ادسن عشان اكمل اكتب بياناتي. انا بقول الايميل اهو، اشترك، اقول نعم. هنا دي انا بربط كده جوجل ادسن اسمه حساب مستضاف، دي رابط القناة بتاعتي، قول له حجز ومتابعة. هنا بتختار البلد بتاعتك اللي هي مصر، فبتحدد بقى اللي انت البلد اللي انت عاوزها والمنطقة الزمنية. هنا يفضل كتابة العنوان مظبوط ورقم التليفون. هنا الاسم، الاسم بتاعي والعنوان زي ما هو موجود في البطاقة، عشان لو أرباحك يعني توصل لك على حساب البريد بتاعك. وبعمل كده إرسال الطلب وبيوصل معايا. طبعا أنا هسجل وأرجع لحضراتكم أوريكم إيه اللي تم. يعني دلوقتي أنا حطيت الاسم والعنوان بتاعي ورقم التليفون عشان يبعت لي رمز التحقيق زي ما انتم حضراتكم شايفين، فبعت لي رمز التحقيق بتاعي فادخلته، فبعمل قبول. كده تم الانضمام للادسن اهو. بعد كده بدء التحقيق. هنا بيقول لي شكل الاعلانات تبقى ازاي، فبقول له حفظ. بيقول لي تحقيق على جميع الدخل، تحقيق الدخل على جميع المقاطع والنعم مستقبلا. بيقول لي المراجعة بعد 30,000 مشاهدة. كده انا خلصت. بخش بقى على ايه عندي هنا، حسب سبب ادسن الرقابة. بيقول لي حساب اهو في ادسن، ممكن بقى اخش الادسن زي كده. كان دخل ادسن اهو،
كده ادسن فتح معايا بسبب كل الوجع، بقيت رايح في خلال 3 ايام، ودي مش حساب الاساس اللي انا شغال عليه، حساب التاني عليه ارباحي. بس انا ما ينفعش، في ناس قلقتني يقول لك الحساب ادسن ممنوع يصر على اليوتيوب اللي هو فيه ارباح، فكده ظهر معايا اللي عملنا الحساب، عملنا القناة، حققنا الدخل. ايه الدخل هنا؟ لو رجعنا عند مقاطع تقدير الفيديو، هنا لسه لم يشاهدها احد، المقطع الوحيد اللي انا رفعته دي حاول ارفعها عشان اشرح عليها. فخلال تلات، احنا كده النهاردة شرحنا المدونة ازاي انشأ ايميل جوجل، انشئ مدونة، انشئ قناة على اليوتيوب، عملنا ربط بينها وبين حساب ادسن، والحساب كده شغال ومفيش اي مشكلة. فكده بمجرد ما يتفعل خلاص هقدر احط اعلاناتي، واعرفه ازاي تحطوا اعلانات في المدونة بتاعتي، في المدونة الخاصة بي. وشكرا والى اللقاء.